تعبت. لازم تفهموا كلمة أنا تعبت. كي تسمع إنسان يقول لك راني تعبت ولا راني تعب، ما هوش يقصد اللي هو ناقص نوم ولا تعب في بدنه ولا يحب يرقد. تعبت معناتها ما عادش عندي طاقة باش نتحمل، ما عادش عندي طاقة باش نعارك، وما عادش عندي طاقة باش نناقش، وما عادش عندي طاقة باش نفسر، وما عادش عندي طاقة باش نلوم ولا نحكي، ما عادش عندي طاقة حتى باش نلز روحي باش نتبسم تبسيمة صغيرة. تعبت معناتها ما عادش نجم نقبل طاقة سلبية، معناتها راني في أضعف حالاتي. وممكن كلمة تشبي وجهك أصفر تخليك تبكي يومين ولا ثلاثة وماكش فاهم علاش ولا شنو أسباب اللي بكي فيك. تعبت معناتها البارح نجم ندهم على جبل اللي بقيتو، اليوم ما عنديش الطاقة حتى باش نفيق ونقابل الناس. تعبت معناتها ما تقوليش برا أرقد ارتاح، ليه راحتي مش في النوم، راحتي كي نلقى شكون يعطيني طاقة إيجابية، راحتي في مساج من غير سبب، راحتي في اهتمام زايد، في كلمة طيبة، في دعوة من القلب. تعبت معناتها فما ألف حكاية وحكاية في مخي، وألف إحساس وإحساس، وألف فكرة، وألف صوت، وألف تنهيدة، وحرب، وقنابل، وموت، وصراعات في داخلي. كي تسألني نتخنق ونقول لك ليه ما فما شيء ولا ليه لباس. اللي تعب ما هوش يستنى منك باش تقوله على ربي ولا تيهانة الكل كيف كيف. اللي تعب ما هوش يستنى باش تقوله برا أرقد. اللي تعب ما هوش يستنى في كلمة الله غالب وهيك الدنيا. اللي تعب خاصة ما هوش يستنى في كلمة شبيك منكت وشبيك دي مفيد من غير سبب، خاطر هو موصل للحالة هذه كان راهو تعب وما لقاش القوة. تعبت كلمة صغيرة لكن تعني برشا حاجات.